الشيخ ويعمل ويهز يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، ده مش لعبه. خدوا بالكم الاطفال الرضع الصغيرين دول الاوعيه بتاعه المخ بتاعتهم، الاوعيه الدمويه بتاعتهم بتبقى جدرانها ضعيفه قوي. الهز العنيف او التهشيك الجامد ده ممكن لا قدر الله يروح مفرقع لنا احد الاوعيه الدمويه، يعمل للطفل نزيف في المخ. وعندنا على فكره متلازمه مشهوره جدا اسمها متلازمه هز الرضيع. الاطفال اللي بيتهشكوا جامد او بيتهزوا جامد، بعض الشعيرات الدمويه الصغيره اللي في المخ بتفرقع، فيحصل نقط من النزيف في حتت كتيره من المخ، وده بيعرض الطفل بعد كده لمشاكل كبيره جدا في المخ، بتوصل لمرحله الاعاقه. يعني الطفل ده يبقى تطوره العقلي فيه مشكله او تطوره الحركي فيه مشكله. فالموضوع ما فيش فيه هزار. بعض الامهات هنا بيسالوني، طب يا دكتور بالنسبه للكرسي الهزاز او الباونسر اللي ساعات بنسيب فيه الطفل ينام فيه، هل ده فيه مشكله عليه؟ لا ده ما فيش فيه مشكله.